قعطبة في محافظة الضالع واحدة من مدن يمنية ظلت ولا تزال تعاني التجاهل والحرمان برغم ما لعبته من أدوار وطنية في مختلف مراحل النضال والتحولات الوطنية الكبرى كثورتي سبتمبر وأكتوبر وصولا إلى وحدة الشطرين في العام 90. كان جدد تجديد زي ما هذا زي ما نشوفها الآن هذا تصمد أمام الأمطار تصمد ومعاك سيل الحرارة أيام السقعة تحس البادف وأيام الحمى تحس البابرود لم تلقى يعني الدعم الكامل والجهود الذي تستحقها هذه المنطقة مع أنها منطقة تاريخية وأثرية وكانت تلاقي يعني العديد من المشاكل مع في زمان الانفصال وكغيرها من المدن التي شيدت منازلها من الطين كصنعاء وزبيد تحتفظ قعطبة بمبان طينية ما تزال شاهدة على فن العمارة اليمنية وتنوعها لتبقى هذه المنازل منحوتة في قواميس الحضارة وكتب التاريخ للأسف قلنا السلطات المحلية التي أدارت قعطبة بعد صيف عام 94 يعني لم تعطي قعطبة حقها من قضية التعمير الحضري والخدمات وحتى على مستوى التخطيط الحضري للشوارع أو المنتزهات أو الحدائق أو المساجد أو المناظر العامة وإنما تركت قعطبة في هامش التاريخ احتضنت قعطبة عددا من اللقاءات ومؤتمرات القوى الوطنية منتصف القرن الماضي وبأحد منازلها عقد الرئيسان سالم ربيع علي وإبراهيم الحمدي في العام 77 أول اتفاقية للوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب آنذاك ولد هنا عندما كان أبوه رئيسا لمحكمة قعطبة وعاش وتلعب في قعطبة حتى تم نقل أبيه إلى صنعاء وكان يولي اهتمام بقعطبة عن طريق أخيه الشهيد عبد الله الحمدي الذي كان قائد قوات العمالقة الذي كان يتردد على هذا المنزل دائما وعندما جاء في عام 77 الشهيد عبد الله الحمدي قبل مقتله والتقاه الشهيد سالمين التقوا جاءوا إلى هنا للالتقاء بخالتهم بخالة الشهيد إبراهيم الحمدي رحمه الله وإحنا كنا صغار ونذكر هذا الموقف قعطبة صفحة بيضاء في تاريخ اليمن الحديث إبراهيم الحمدي في هذه المدينة نشأ وترعرع ومن أطلال هذا المنزل الصغير كانت البداية فهل تلقى المدينة حقها من الاهتمام كمدينة تاريخية؟ نصر المسعدي قناة سهيل الضالع